السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. إلى السعودية ومن هناك يطل علينا عبر نافذة سكايب الشاعر عادل الحصيني. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل، حياك الله وأهلا وسهلا بك في بيت القصيد، مرحبا بك. أبقاكم الله وبياكم وحياكم الله وحيا الله أحبابي وأهلي في العراق، مسيكم بالخير وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. حياك أستاذي، تفضل. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. وتمر هذه الأيام العطرة الطيبة رفقتك مرورا عطرا محملا بشتى أصناف الشذا تتنزل خلالها الرحمات ونفحات الخير، وحضورك من أجمل هذه النفحات وتشريفك لنا أستاذ عادل. بالبداية وللجمهور الذي يتابع الرافدين حبذا وبما لا يقل عن دقيقتين أن تحدثنا عما تحب أن نعرفه عن عادل الحصيني، تفضل أستاذ عادل. أستاذ عادل هل تسمعني؟ أسمعك، أخوكم عادل أحمد الحصيني، شاعر ومغرد من الطائف من مدينة الورد في المملكة العربية السعودية. لي ديوان إن شاء الله في صدد الإعداد والخروج بعد أيام قلائل، عنوانه قلب غوي وعقل تقي. جميل. وفائز بشاعر الطائف عدة مواسم متتالية، وأرحب في الجميع. سعداء بتشريفك لنا أستاذ عادل، وألف مبارك الديوان الجديد، وعسى أن يكون مقدمة للكثير من الدواوين والإبداعات التي لا تنتهي ولا تتوقف. عن إلحاح الشعر في نفسك وما يدفعك للكتابة، أكثر ما يحرضك أستاذ عادل؟ والله أكثر ما حرضني في البدايات قضايا أمتنا، قضايا أمتنا كثيرا حرضتني، وبعد ذلك المرأة وهي القاسم المشترك الأكبر في جل قصائدي. جميل. إلى أولى القصائد التي تود أن تفتتح بيت القصيد بها لهذا اليوم، كلنا شغف وشوق ولهفة للقصيدة الأولى في هذا البرنامج، لك الكلمة أستاذ عادل، تفضل. والله أنا كأنه طرق إلى سمعي أنه الحديث سيكون تقريبا عن الضمير. سنتحدث عن الضمير الإنساني والكلمة، لكن قبل ذلك نريد أن نستمتع بالكلمة إلقاء وصوتا منك. سأرتل على أسماعكم قصيدة كتبتها على عودة رمضان. نعم. لم أجد قصيدة رمضان، سأقرأ عليكم. لا مشكلة، اقرأ ما تحب، اقرأ ما هو بين يديك، لا عليك. علمني زمني أن تفضل. أمشي، علمني زمني أن أمشي بحروفي فوق البارود، أتوكأ رعبا من سأتي ودليل طريق النمرود، ونهاية دربي أعرفها قبر وطريق مسدود، سأموت ولكن لن أحيا أبدا أبدا بضمير موؤود. في هذا الصباح كتبت عصفورة الفجر يا فجر العصافير، قطار شعري أيا عصفورتي طيري، طيري إلى سبأ فكي ضفائرها وأبلغي وجنتيها توت تقديري، قولي لها أنني لازلت أعشقها برغم ما يعتريني من أعاصيري. جميل. وأنني قبل أن تأتي وأبصرها أشقى خيالي بها كل التصاوير، وأنني لو وضعت الشمس في يدها لازلت أعلن للعشاق تقصيري. الله الله الله، هذا هو التقصير المحبب للكثير من الشعراء. أستاذ عادل، حبذا لو تحدثنا عن نظرتك الشخصية لضمير الكلمة في حس الشاعر، أين يقع هذا التأثير؟ ضمير الكلمة في حس الشاعر، الشاعر
أنا أقول أن لب الشعور هو الضمير. نعم. لب الشعور هو الضمير، والشاعر لو لم يكن يشعر بغيره ويتمثل مشاعر وأحاسيس الناس لما كان لديه القدرة أن يكتب. نعم. فالشعر في أصله نواته الحقيقية، بوصلته، كتلة الشعر كلها تدور حول مسألة الضمير. فإذا لم يحرك الشاعر الضمير ستجد أن كتاباته عادية جدا، لا تؤثر ولا تغير شيء من ما حوله. أحسنت أستاذ عادل. عن وزن الكلمة في ضمير المتلقي، وهنا لا نتحدث عن الأوزان الخليلية وإنما عن الوزن والقيمة التي ينبغي للكلمة الشعرية أن تنقلها إلى المتلقي حتى تظل خالدة، كلمنا عن هذا الوزن. حين تلمس قضايا المتلقي، حينما تمس شيء يتعلق بشعوره، حين تكون صادقة، حين يجد المتلقي نفسه في كلمات الشاعر، هنا يكون الميزان الحقيقي للشعر. نعم. إذا 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 الشاعر قال قصيدته والآخرون لم يهتزوا لها ولم يشعروا بها ولم يشعروا أنها تحاكي واقعهم، فهي ليست شعر. غالبا يحرص الشاعر أن يكون يتمثل قضايا الناس من حوله، يتلمس أين مشاكلهم، لا يكون شعره أنانيا لا يعني به إلا ذاته، بل يمتد إلى كل من حوله ويحاكيهم ويتحدث بألسنتهم. نعم. ويبث قضاياهم لمن حولهم لكي يشعروا بمأساتهم. وأنعم بهذه من إجابة، وكلنا شوق إلى قصيدة جديدة تلقيها علينا الآن، واختر ما تشاء وتحب. ماذا ستقرأ هذه المرة؟ والله لا أدري من المظلوم، والله لا أدري من المظلوم، لكأن طعم فراقها الزقوم تركت لعيني ألف ألف تساؤل، وإجابتي دمع هما وهموم. يا كعبة الأخلاق طاف بساحها شرف يصوم بسترها ويقوم، شهد الحياء بثغرها ينبوعه والطهر في محرابها مفطوم. يا حضن أوجاعي وبلسم شقوتي، يا رحمة وأنا بها المرحوم. والله ما نطقت بفاحش لفظة، در الكلام بثغرها منظوم. قالت أغادر قد علمت بأنني كالطير عن سقط المتاع يشوم. فلقد أتيتك لا أريد تذللا، فالقاع قاع والنجوم نجوم. فإذا قرأت يا عفاف فرائدي فيك فقولي إنه مظلوم. والله ما كشف الغطاء فبابنا عن كل غاو قفله محكوم. وسامحيني إن زللت وبرري أن ليس في درب الهوى معصوم. ولتسمحي ولتصفحي ولتستري سرا لنا، إن الهوى مقسوم. إن الهوى مقسوم، وأنعم بها من قسمة عادلة، فقسمة المحبة حينما تجمع الإنسان مع أخيه الإنسان تكون قسمة عدل لا قسمة ضيزة. أستاذ عادل، سعداء بوجودك معنا ومستمرون، لكن الآن سنذهب أنا وأنت لمتابعة قصيدة لأحد الشعراء ضمن فقرة قصيدة للوطن. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن لمتابعة هذه القصيدة، ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا رفقة شاعرنا الأستاذ عادل الحصيني من السعودية. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. في البدء كان التيه مائدة وكان الموت ماء. في البدء ضاعت أمة ولدت شموع الأنبياء، سرقت من الغابات صفرتها ونامت في العراء. حتى إذا الريح استدارت سافرت للكبرياء، كفرت بعجل السامري ورتلت سفر الخروج. للمستحيل مشت فألفت الحرائق والثلوج،
قطعت صلاة الخوف وامتلأت بأسرار العروج. الآن ماجت أمة، إن المقابر لا تموج. كنا نفصل يأسنا شوقا لفرحتنا اليتيمة. سيزيفو مل ونحن ندفع وهم صخرتنا العقيمة. الذل ينثرنا على الأعتاب أحذية قديمة، وغبار هذا العصر يطحننا وتهزمنا الهزيمة. كنا نهدهد موتنا ونغيب في خمر البلادة. كنا على الشطرنج أحجارا وليس لنا إرادة. منذ اشتبكنا بالحياة ونحن في عام الرمادة، نذوي لكي يخضر أصحاب المعالي والسعادة. حراس بئر السحت من زرعوا الدموع بكل عين، باعوا تحسرنا لنا فالحسرتان بدرهمين. نهبوا مجاعتنا وما تركوا لنا خفي حنين. إن جئتهم تشكو ظماك سقوك من عطش الحسين. وطن ظلام الليل أرضعه فكيف إذا يضيء. طفل تلقنه الشوارع سورة العيش البذيء. أم يهدهد شوقها الباكي بريد لا يجيء. ومهاجر ملت حقائبه من القلق الخبيء. وطن من الأحمار يشهق فيه سدر الميتين. لم تشتعل في ليله إلا عيون المخبرين. أعلامه خفقت بقمصان العراة الطيبين. ونشيده الوطني يعزف من سعال المتعبين. اليوم جئنا نقلب التاريخ يا شجر الطغاة. من طلقة الثأر الأخير نشع في كل الجهات. أن التفت رأيتنا نحمر مثل المعجزات. لسنا نخاف الموت تحرسنا صلاة الأمهات. نحن الربيعيون رغم ضراوة الوطن الخريف. جئناك من مدن الصفيح ومن طوابير الرغيف. من قطرتين من السراب وغرفتين على الرصيف. من حزننا اليومي حين يلف عالمنا الكفيف. لن ينحني الزحف المقدس للمماليك الصغار. الآن يا وطني ستبتكر القناديل النهار. ورد على شجر الخريف، نبوءة في كل دار. مطر بذاكرة الظما، قلق برايات التتار. هذه بشارات الوصول تلم أشرعة الحداد. تمتص غربتنا وتخلع عن مواسمنا السواد. فالماء في التنور فار ومشهد الطوفان عاد. والكأس فاض وطائر الفينيق رف من الرماد. لجلالة الحرية الحمراء قربنا الضحايا، منها أضأنا كالندى وبها اتقدنا كالشظايا. فيها عرفنا الله فانكسرت مخاوفنا العرايا. حتى سفحنا بسمتين بوجه أشباح المنايا. يا وجهنا الوثني، يا وجهنا الوثني لا تبرق فما عدنا نخاف. هلت يواقيت الخصوبة بعد أزمنة الجفاف. وتحرر التحرير واكتملت أناشيد القطاف. هذه الحصون الخيبرية سوف يسقطها الهتاف. يا وجهنا الوثني للبارود مهما جن آخر. بالأمس قال البحر إن الموج في الميدان هادر. اسأله كيف تدفق الزلزال من غضب الحناجر. ارحل لموتك مرتين ولا تقف في وجه ثائر. لا تختبئ خلف المسوح فلن تفيد الرهبنة. لا تغزنا باسم المصاحف يا سليل الشيطنة. يتوضأ الشهداء من عرق الجباه المؤمنة. يتساقطون وحيثما سقطوا استهلت مئذنة. يا وجهنا الوثني صبر الأرض جفة فلا مناص. الآن أوفى هدهد الميلاد
واقترب القصاص، ما نحن إلا فكرة طارت تبشر بالخلاص. حرض علينا النار فالأفكار يصقلها الرصاص. مجددا نرحب بكم السادة المشاهدين الكرام، وهذه الحلقة من بيت القصيد، ولمن التحق بنا الآن معنا عبر سكايب من السعودية الشاعر عادل الحسيني. حياك الله أستاذ عادل مجددا. أبقاكم الله يا حبيبي. الله أستاذ عادل، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن الكلمة وكيف يمكن لها أن تحيي موت الضمائر، هل للكلمة تأثير وقدرة على إحياء من ماتت ضمائرهم باعتقادك؟ أكيد يا أخي، وإلا لما كان الشعر ديوان العرب. كلمني عن رؤيتك الشخصية بهذا الموضوع. الشاعر بكلمة بقصيدة قد يحرك جيش، وكلنا نعلم كم كان للقصائد دور في تاريخنا الحافل نحن كعرب ونحن كمسلمين. فكلنا كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجوم لحسان، هجوم روح القدس معك، إن وقع كلامك عليه مشد من وقع النبي. فالكلمات والمفردات سر تعلق العرب بها، وسر كونها ديوان العرب هي أنها مؤثرة، وأن العرب لا تهتز لشيء مثل الشعر. فقديما تعرف أن القبيلة تقيم الموائد وتقيم الاحتفالات والليالي الطويلة التي يحتفلون بها لمولد شاعر، ليس لشيء إلا لكونهم يعرفون أن الشاعر لكلمته أثر. فالشعر رسالة، والشعر منبر، والشعر قناة إعلامية لكل شاعر يستطيع أن يصل بها إلى أعمق الروح الإنسانية، ويحرك كل مكامنها ويوجهها ببوصلته إن كان صادقا. ويعني ما يقول ستجد أبلغ الأثر بالمتلقي. أحسنت. طيب الضمير الحي كيف يمكن له أن يحمل الكلمة عن مسؤولية؟ كلمني عن المسؤولية التي تقع على عاتق صاحب الضمير الحي. المسؤولية، أنت حينما تنصب من نفسك شاعرا، الناس لا يريدون تنظيرا فقط، الناس يرون فيك قدوة لهم، يريدون أن يطابق كلامك فعالك. فأنت لابد وأن تعي أنك يشملك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت رعيتك الكلمات، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتها. أحسنت. رعيتك أسماع المتلقين، هذه كلها أمانات ومسؤوليات عليك. إن كنت ستصب في هذه الأذهان ما يشغلهم ما يغيبهم عن الواقع فأنت مسؤول، وإن كنت ستكون قريب منهم، قريب من قضاياهم، قريب من تحريك وجداني نحو ما يفيدهم وينفعهم وينفع أمتهم، فأنت تؤجر وتثاب على هذا العمل الشريف الذي أنت تتصدره، والناس حابون لك. يعني قليل من الناس يكون، يعني كثير الناس نرى له مسؤولية لكن الناس لا يحبونه، يعني يجدونهم مرغمين أن يتبعوا هذا المسؤول. لكن أحسن. الشاعر هو الوحيد المسؤول الذي يأتيه الناس راغبون، فهنا مكمن المسؤولية في الشعر والكلمة، ومن هنا منطلق كل شاعر لكي يصل بما يريد إلى آفاق وآفاق كما يشتهي وكما تحركه الإنسانية والضمير الإنساني الحي. الشاعر هو المسؤول الذي يأتيه الناس راغبين، جميلة هذه العبارة، وأتيناك راغبين من أجل أن تمتعنا بقصيدة جديدة مختلفة عما قرأت. ماذا ستقرأ علينا هذه المرة أستاذ عادل؟ تفضل. قل قومي إلى الرقص، إن الروح متعبة، في صحوة الروح لن يستأسد الألم. قومي لكي تستعيد الأرض هيبتها، فلا تسير عليها بعدنا قدم. قومي لنكسر عن روحي رتابتها، إن قلت روحي فأنت الروح تبتسم. لولاك ما اهتز غصن في خمائله، ولا ترنم في سمع الغرام فم. حواء لا شيء في الدنيا يحجمها، ولن يعيق خطاها واقع قزم.
إن النساء مصابيح الإله على منابر الحب للأزمان تبتسم. ماذا الحياة، ماذا الحياة بلا أنثى نلوذ بها بكفها بعد كف الله نعتصم. الله. أخت الحياة، أخت الحياة أيا قداس فرحتنا، كل المصابيح لولا فجرك عدم. كل المصابيح لولا فجرها عدم. أحسنت أستاذ عادل، لكننا لم نرتوي بعد، والطمع بأهل الجود يعني فعل إيجابي، ونريد منك قراءة أخرى، وعساك تكون كريما وتطيل قليلا أو كثيرا، ولك الخيار في ذلك، تفضل، أو الخيار حتى لا يغضب أصحاب اللغة، تفضل. أقول تعالي نغادر دنيا الشقاء، فبيني وبين الردى هاوية. تعالي نغادر دنيا الشقاء، فبيني وبين الردى هاوية. تعالي فقد غادر الأنبياء، وتلك العروش غدت خاوية. تعالي إلى عالم من نقاء، وأنت له السقف والزاوية. الله. وإن أوقفتنا جنود السماء، فقص الحكايات يا راوية، وقولي لهم إنه شاعر يطير وتتبعه الغاوية. وقولي لهم إنه شاعر يطير وتتبعه الغاوية. عسنا نكون غاوي حق لا غاوي باطل. وهنا بعد هذه الجرعة من الجمال العذب الذي لا يعني يشبع منه أستاذ عادل، لابد أن نتوقف الآن عند فاصل قصير، بعده سنواصل. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نكمل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. مجددا نرحب بكم السادة المشاهدين الأفاضل، وهذه الحلقة من بيت القصيد رفقة الشاعر عادل الحسيني عبر سكايب من السعودية. حياك الله أستاذ عادل مجددا. أهلا 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 أستاذ عادل، دعنا نتحدث الآن عن النص الشعري وكيف يمكن له أن يشكل إضافة حقيقية وعملية على المستوى الإنساني. النص الشعري على المستوى الإنساني، الشاعر هو 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 جوهرة في عقد طويل. نعم. الشاعر جوهرة في عقد طويل، ونصوص الشاعر هي التي تشكل الضوء والجمال في هذه الجوهرة، فأنت لابد أن تضع نفسك في هذا النسق لكي تخرج أمام نفسك وأمام محبيك وأمام مريديك وأمام مسؤولية الشعر بنسق جميل، وتعلم أنها لغة وأنها أمانة، وأنك تمثل هذه اللغة التي تنتمي إليها، والتي قلت أنا فيها من قبل لغتي وأفخر إذ بليت بحبها، فهي الجمال وفصلها التبيان، عربية لا شك أن جمالها متبسم في ثغره القرآن. الشاعر يرث القرآن، الشاعر مادة كلامه ومفرداته من هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم النصوص التي مرت على تاريخ البشرية. فإن لم تكن تستشعر مثل هذه المسؤولية في كتابة النصوص التي تكتبها وتخرجها، وتكون شيء من ديوانك، وديوانك يكون شيء من عصرك، وعصرك يكون امتداد لعصور أدبية متتالية، فأنت تخرج عن النسق، وأنت بهذا تكون شامة قبيحة في لن نقول في وجه الحسناء، ولكن في وجه الشعر،
فدائما وأبدا ينبغي على الشاعر أن يكون ينتمي لنصه، نعم، ونصه ينتمي لعصره وزمنه وبيئته، ومن هذا المنطلق ستكون إن شاء الله النصوص الشعرية لائقة بهذه اللغة العظيمة. وهذا ما يليق بك أيضا الشاعر عادل الحسيني. إلى سؤال آخر، وأرجو أن تعطيني رأيك الشخصي في الإجابة بعيدا عن استيراد مثلا بعض آراء لشعراء آخرين، أنا أريد رأيك الشخصي، ما المطلوب حتى تعيش الكلمة في ضمير المتلقين بحسب رؤيتك وتجربتك الشخصية شاعرا؟ أن تحكي معاناتهم، نعم، أن تمس مشاعرهم، أن تمس إحساسهم، أن تكون قريب من واقعهم، لا تبتعد كثيرا بالخيال عما يشعر به الناس، لا 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 تمثل أدوار البرجوازية والخيال الماتع والناس يعانون الفقر، لا تعيش حياة الرومانسية والناس لا يجدون لقمة العيش. هو الكلام أن الإنسان لابد وأن يكون قريبا من مجتمعه، الشاعر لابد أن يعي ويشعر ويحس بما يشعر به الناس من حوله ويشكي معاناتهم. بكل اختصار، إن كنت قريب من قضايا من هم حولك فأنت ستصل إلى قلوبهم وسيستمر نصك في وجدانهم. أحسنت. وإن ابتعدت عنهم فلن تكون إلا كحاطب ليل ولن يستمر ما تقول في وجدانهم أبدا. أحسنت أستاذ عادل، وحتى يستمر ما تقول في وجداننا ونحن من محبيك ولا شك لديك في ذلك طبعا، نريد قصيدة جديدة الآن، تفضل. أقول لو أبصرتنا عيون العذل إذ همست، نعم، أدر شماغك يا مجنون غطينا، فقلت والموج للشطآن يدفعنا، دع العراء يقاضي اليوم قطينا، دع العراء يقاضي اليوم يقطينا، اليوم تتحد الأجساد في لهب والروح تلفظ عن صلصالها الطينة، اليوم نثبت للأكوان أجمعها أن الملائكة لا تخشى الشياطين، الله، اليوم نعلن للأمواج ثورتنا، اليوم عيناك تختار الأساطين، اليوم في روجك الخمري سكرتنا، اليوم يوسف يسقي ربه تينا، دع الترقب يا صهباء قافيتي فالشوق عاصرك فينا وساقينا، اليوم لا راقي يرقي رق صبوتنا، سيهزم الخصر في زهو تراقينا. عادل أهلا، هل اكتمل النص؟ نعم اكتمل هذا النص. لماذا أشعر أن نصوصك قصيرة؟ هل هناك فكرة وراء هذا القصر وهذا التكثيف؟ أم أنها الفكرة تشعر أنها اكتملت؟ ماذا؟ نعم يا صديقي، نعم، نحن الآن في عصر السرعة، في عصر الثمرة، النصوص المطولة مليئة بها دواوين العرب. نعم. السر لو ركزت في نجاح، خاصة نتحدث عن الناس في الخليج والعراق، تقريبا نفس انتماءاتنا في السوشيال ميديا. أحسنت. لماذا عشقنا تويتر واقتربنا منه ونحن الآن تقريبا مسيطرين على تويتر على مستوى العالم في هذا القطر الذي نعيش فيه في الخليج ومنطقة المحيطة بها في الشرق، نعم، الأوسط؟ لأن هناك اختصار، لأن هناك تغريدة محددة بعدد أحرف، فهنا وجد العرب ضالتهم، والعرب من قديم الزمن يقولون البلاغة الإيجاز. أحسنت. البلاغة الإيجاز، فحين تطيل، وكثير من الشعراء يقصد إلى الإطالة ولا تجد الثمرة. نعم. حين تكثف النص في كلمة في بيتين، في ثلاثة أبيات، في خمسة أبيات، ويأتي القارئ ويجد كل بيت من الأبيات بيت للقصيد. هناك يقولون بيت القصيد أين؟ 20 بيت يقول لك بيت القصيد أين، تجد بيت واحد. لا، افعل 3-4-5 أبيات مكثفة كل واحد منها بيت قصيد، وستصل وسيستمع الناس إليك أكثر من أن تطيل في كلام لا طائل منه يمجه السامعون. لي قصائد مطولة أنا.
إجابة ذكية. عندي قصائد تصل إلى 90 بيت ولا 80 بيت، لكن نعم. دائما أحب الأبيات الرشيقة الخفيفة التي يتلقاها المستمع بجمال وشياكة ولا يدخل في دائرة العك. أحسنت أحسنت أستاذ عادل، حتى أن الجمهور الشعري الذي يتابع مثل هذه المقاطع المرئية هو معني بالاختصار وبالقصائد القصار، لأننا في زمن السرعة كما تفضلت. أستاذ عادل، باعتقادك ما الذي ينقصنا حتى تبدو ضمائرنا أكثر بياضاً؟ الصدق 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 وشعور بعضنا ببعض. نعم. يعني حينما يتألم مثلا شخص في البصرة أو في الكوفة أو في حلب أو في أي مكان، وأنت على دمه وعلى لغته وعلى دينه وعلى أرضه وعلى ثقافته وعلى نعم. حضارته، ولا تشعر به، فهنا المأساة، هنا قضيتنا الكبرى. نعم. فلن تكون صادقا حين تتبرع على قضايا أمتك، على قضايا مجتمعك، على الأشياء التي يحسون ويتألمون لها وأنت في عالم آخر. هنا تقع الفجوة التي يحصل كثير من الخلل بسببها، ونخسر بعضنا في أقطارنا العربية الحزينة. عن الرسالة الأسمى من وجهة نظرك والتي ينبغي أن تكون حاضرة في القصيدة العربية المعاصرة على اختلاف مزاجات الشعراء الذين يكتبون. عودة أمتهم عودة، أولا لابد أن يعرف أنه بلغته الفصحى هذه التي هو يطرق بها كل أبواب الشعر، لابد أن يعلم أنه ينتمي إلى أمته، إلى لغته، وأن حرب الفكر والثقافة والحضارة أقوى من حرب السلاح. أحسنت. فأنت حين تحمل الكلمة الفصحى، أنت هنا أديت لنقل ثلثين الرسالة المطلوبة من الشاعر. نعم. أنك تحافظ على لغتك الأم وعلى أوزانها وعلى نحوها وعلى عروضها وعلى كل ما تنتمي إليه هذه اللغة. بعد ذلك الأغراض التي يطرقها الشاعر، الأغراض نعم. التي يطرقها الشاعر، فكما ذكرت آنفا أن يكون شيء من شعره لأمته ولقضايا، وأن يحتسب كل حرف يقوله في هذه اللغة أنه صراع وأنه نصر لنصرة اللغة التي هي أساس الحضارة لكل أمة من الأمم. أحسنت أحسنت إجابة أستاذ عادل. سؤال بعيد عن هذا الحديث الشعري، وقبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة، هل تتوقع أن تزور الحرم المكي خلال هذا الشهر المبارك؟ بإذن الله تعالى. أنا الآن البارح كالبارحة كنت في 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 طور الحجز المسبق، لأن الأمور الآن مع الجائحة نعم. تعقدت كثيرا والله، حتى علينا نحن كسعوديين لا بد وأن تجري فحوصات الكورونا، ولا بد وأن نعم. تحجز مسبقا، ولا بد وأن لا تصطحب معك أحد، وأن تأخذ جميع الاحترازات. فإن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى يعيد لنا أمننا وأماننا، نسأل الله ذلك، ونعود إلى حرمنا العظيم بإذن الله بإذن الله، وأنتم أهله وأهل سقايته ورفادته وفادته. إذا نحملك أمانة دعاء لنا، إن تذكرت فإن نسيتنا فما عليك من تثريب ولا مثلبة. أستاذ عادل، حدثني عن فكرة الجائحة، وكما تفضلت وقبل القصيدة، كيف أثرت جائحة كورونا باعتقادكم الشخصي على حالة الشعر العربي عموما؟ هل كان لها أثر إيجابي مثلا في نفوس الشعراء؟ والله جدا 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 إيجابي. أنا شخصيا الأمسيات التي أقمتها عن بعد نعم. واللقاءات في عام واحد قاربت 10 لقاءات وأكثر، بينما قبل كورونا كنا نقيم مثل هذه الفعاليات مرة واحدة في العام. نعم. الآن يعني وجد نفسه المجتمع مضطرا يثقف نفسه في السوشيال ميديا، في متابعة اللقاءات عن بعد، عن طريق الزوم، عن طريق السكايب، عن أي طريق برنامج يأتي للمستمع إلى صالته، إلى ركن بيته. فهذه نعمة في حد ذاتها، وكما ترى الحراك الثقافي الرهيب الحاصل الآن
في 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 السوشيال ميديا وخروج عدد رهيب من الشعراء، بعضهم ينافس شعراء في العصر العباسي والأمم. يعني حين تعلم مثلا أن يعني تقرأ لشاعر كجبر بعدان، تقرأ لشاعر كجاسم صحيح حي، يعني تقرأ لشاعر كدكتورة شفيقة شفيقة وعيل العين. نعم. الشاعرة الكبيرة جمانة، الشاعرة لينا، الشاعرة تالا، فتجد حراك رهيب وتجد شعر جميل. نعم. تجد شيء جديد، تجد تجديد في الأفكار، طرح جميل، تلاقح فكري، شعور بهموم الشعراء بعضهم لبعض، انتماء. فهذه الأشياء كلها لم تكن موجودة قبل الجائحة وقبل أن نضطر أن نتوجه للسوشيال ميديا ونرى ماذا لدى بعضنا البعض. نعم. على ذكرك الشعراء أظن أن كثيرين سيغضبون منك لأنك جئت على ذكر بعض الأسماء، أكيد هذه على سبيل المثال لا الحصر. أنا ذكرت أصدقائي طبعا مصطفى، على سبيل المثال هي لا أكثر أكبر والأعظم. لكن نعم. لو قلت الآن قالوا يداهنون بعض في البرنامج. أحسنت يا صديقي. إلى القصيدة من جديد، تفضل، ماذا ستقرأ هذه المرة أستاذ عادل؟ اقرأ ما تحب عموما، كلنا أذان مصغية وقلوب مشروحة لصوتك العذب ونصوصك الجميلة، تفضل. خليني أقرأ لكم. تفضل اقرأ ما تحب. ما عندك العافية يا حبيب مصطفى. ما بين يديك يا طيب لأسماعنا وقلوبنا، تفضل. نبيا مت مصلوبا على قداس توراتي، نبيا ليس لي أنثى تهز بجذع نخلاتي، ومائدتي بلا من ولا سلوى ترتب نبض مأساتي، ويطعم وهن من سأتي سرابا ضوء مشكاتي، وقد ضاعت على أوراق خارطة اتجاهاتي، أنا طير بلا جنحة أغص بقمح لوعاتي، جنوب في زمن بلا ليلى فأين تكون ليلاتي. يا الله، يا من تماديت في بني وفي يمني، صنعاي خارت لكم واستسلمت عدني، كل المدائن في صدري وقافيتي، تهوى الشتات فخذ ما شئت من مدني، أما أنا قهوتي السمراء فاتنة بحضنها عن عيون العدل تبعدني، كم أطفأت جمرة في الثغر قائلة لا شيء إلا ارتشاف منك يسعدني. جميل. هذه القصيدة في حواء. نعم. أقول لو كان للحسن مثل البيت ملتزم، نعم، لكنت أنت لكل الغيد ميقات، لو كان للشعر مثل القلب أوردة لكنت أنت لنبض الحرف دقات. أيوة والله. لو أدل الزهر في زهو جنائنه هل يرتجى في سوى خديك باقات، لولاك ما ارتعشت للقلب خافقة لطالما فتشت عنها العلاقات، يا رعشة البرد لولا حضن دافئتي لم يفهم العشق ما تعني العناقات. الله عليك، الله عليك أستاذ عادل. سؤال من شقين وربما يكون فيه وجدانية عالية، ما الذي تريده من الشعر دنيا؟ أريد أن تسمعه سمراء في إحدى الأقاليم في جزيرة العرب فقط، لا أريد غير ذلك. وما الذي تريده من الشعر آخرة؟ آخرة أريد أن أأتي ببيت شعر وأقول يا الله رغم ذنوبها أنا ذكرتك وأنت الكل بالكل. كلمنا عن حب الله قليلا بعيدا عن الشعر، وكيف يترك أثرا شاعريا في نفسك، ربما هو يكون محفزا أحيانا للكتابة إنسانية وحياة، عن حب الله وكيف يبث الأمل في وجدان الشاعر. أنا صغت هذه، ما عليش، صغتها في أبيات. قل ما تحب، وإن كنت أودك لو قلتها عفويا
لكن شعرك عفوي وفيه حضور الإنسان المنتمي لعقيدته وأمته كما تفضلت في بداية الحلقة. أستاذ عادل الحصيني، لك أن تقرأ ما يمثلك، هل الأبيات حاضرة الآن؟ والله هذا، بس أنا مشكلتي أنه أقرأ أبحث عنها في الملاحظات. لا عليك، أنا وددت أن أسمع رأيك بعيدا عن الشعر، أريد رأيك في هذه المسألة عن حب الله وكيف يخضر القلوب ويبث فيها الأمل. والله يا حبيبي ويا أخي ويا صديقي، حب الله هو الذي شكل وجدان كل منا بالفطرة قبل أن يرضع حليب أمه. فحبنا لله عز وجل وانتمائنا لهذا الدين العظيم، نعم، ومعرفتنا بأن هناك عدل في الآخرة نركن إليه في كل قضايانا، إن تعبنا قلنا يا الله أنت ستريحنا في الآخرة، وإن جعنا قلنا يا الله أنت ستطعمنا في الآخرة، وإن ظلمنا أحد قلنا يا الله هناك عدل منك في الآخرة ستنصفنا في الآخرة. نعم، أحد أحيانا أقول يا رب إذا وصلت إليك دعني أسامحه. فوجود الله عز وجل في، نعم، ديننا هو ما يمنحنا هذه الطمأنينة. يعني رغم كثرة الفقراء، كثرة الحروب في مجتمعاتنا، كثرة الأحزان التي تأتي من كل صوب، الحمد، نعم، لله يعني نجد قضايا الانتحار قليلة جدا، نعم، لأن هناك يقين عندنا أن هناك يوم آخر وهناك عدل وأن هناك من سينتصر لنا في 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 موقف آخر غير هذا الذي نعيش فيه. أحسنت. ومن الطمأنينة أيضا، ومن الطمأنينة أيضا أن عدل الله دنيا وآخرة، أليس كذلك؟ يا سلام عليك يا حبيبي. أما في يعني لما تنظر لمجتمعات أخرى وتجد كثرة الأمراض النفسية والمصحات وقضايا الانتحار، لأنه فعلا هو لا يملك آخرة ويرى أنه ظلم في الدنيا، فلا يجد يعني حل إلا أن يرى أن يريح نفسه من هذه الحياة التي تشقيه. فهنا مكمن وسر سعادتنا، رغم شقائنا ورغم بؤسنا ورغم مشاكلنا ورغم ما نمر به من نصب وتعب، تجد الرضا في نفس كل منا. أحسنت. الآن شرفنا على ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. أستاذ عادل، نريد قصيدة تصلح ختاما، ومسك الختام لديك شعرا، تفضل. طيب ببحث عن القصيدة طويلة شوي. لا مشكلة، أختم كيفما تحب، تفضل. هذه ليست قصيرة ولا طويلة، لكن قل للصبية صب الكأس واسقيني، قل للصبية صب الكأس واسقيني، لم يبق مني سوى ما ليس يبقيني، روحي بقايا ملاك تاه في جسدي، لكن جسمي بوحل الطين يشقيني، وزادتيه بهذا الوحل فاتنة يختال في خصرها غي الشياطين، تحيل في جيدها إن مس طرحتها شيخ الطريقة من دين إلى دين، ويدخل النار فيها كل من طمع من قبل رؤيتها بالحور والعين، ويدخل النار فيها كل من طمع من قبل رؤيتها بالحور والعين. نسأل الله أن يعجل لك بالسعادة دنيا، وأن يدخر لك سعادة مضاعفة في الآخرة. أستاذ عادل الحصيني، من أجل الوطن الذي تنتمي إليه وتحبه، وفي هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، رسالة من أجل كل أهلنا وأحبابنا في السعودية، ماذا تقول لهم؟ كلمة تسجل عليك في هذه الحلقة، كلمة حب ووفاء، كلمة للتاريخ، تفضل أستاذ عادل. أقول سعوديون همتنا الجبال، وفي الأشعار يكفينا ارتجال، وإن عصفت بنا كرب الليالي لنا هامات عز لا تطال، لنا في وصل إخوتنا عهود ويحرد هجرهم منا وصال، فمهما أعلنوا عنا التعالي
لنا في قولهم أعراب تالوا ملكنا الصبر في الدنيا كأن لكل مصيبة تختال بالوا لكل مصيبة تختال بالوا. بارك الله فيكم وأسبغ الله عليكم نعمتي الأمن والأمان ودمتم حاضري الديار المقدسة التي يفيد إليها الناس من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، ولا قطع الله لكم أذانا ولا جمد لكم فكرة خير لازلتم عليها واقفين وفي سبيلها منافحين. أستاذ عادل، مر الوقت سريعا لكنني كنت سعيدا أيما سعادة بهذا اللقاء من بيت القصيد رفقتك. الله يرضى عليكم حبايبي وقناة الرافدين واسم الرافدين والعراق التاريخ، العراق النبض، العراق العمق، العراق الأهل، العراق الوجدان، وفلسطين ومصر والشام وكل الوطن العربي. أنت تريد أن ترضي الجميع في نهاية الحلقة، أحسنت يا أستاذ عادل. الله يعطيكم العافية حبايبي. شكرا جزيلا لك الشاعر عادل الحصيني من السعودية، كنت ضيفنا في هذه الحلقة من بيت القصيد عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. دمتم في أمان الله.